السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى خلقة تعلم اللغة التركية لخلقة الجديدة. تيار نرك داشتر يني فيديو مزا بقناة مزا خوش كالتنس. هابينزا إي تشالش مالار دليورم. إن شاء الله إنك أنا أريد منكم الجهد الجديد الجيد أه وكنتم إن شاء الله ستتعلم اللغة التركية بأسهل الطريق بأس بأسهل الطريق وكنتم يتحدثون أه بهذه اللغة متقنا إن شاء الله. هيا بنا سنبدأ لأن شهر ركن السدا اسم جملة اسمه اسم جملة أصدقائنا إن شاء الله اليوم سنتحدث الجملة الاسمية في اللغة التركية هيا سنبدأ <applause> جملة الاسمية جملة الاسمية يتركب من اسمين والجملة الاسمية التي لا توجد لها الفيل اسم جملة كيسمدان اسمين كيس سندان وشور ذا كاندسن دفيل بول ماص أولا تأتي المبتدأ Ve el haber misl el arabiyye. İsim cümlesinde önce mübteda, sonra haber gelir. Yani mübteda Türkçede özne demektir. Haber ise Türkçede yüklem demektir. İza kana haberan yahtaj ismi kana el ismu haberan el ismu haberan ila el fiil el musa'ide fiil lahika Eğer isim haber olursa haber olduğu zaman aşağıdaki yardımcı fiillere ihtiyaç duyar. Bunlar nedir bu yardımcı fiiller? Dır, dir. Affen, hule, bilhata. Dır Bir harf ö, leyse i. Dir, <laughs> dur ve dür. Ve levayık eseni, mış, miş, muş, müş. Ve selis, dı, di, du, dü. Du, dü. Tahtaycıl kitabı hule, du. Hayamina, sene teallem. İsim cümlesi iki isim ya da isim yolu soylu kelimelerden oluşur. İsim soylu kelimelerden oluşur. İsim cümlesinde Arapça isim cümlesi gibi önce özne, sonra yüklem gelir. Yüklem olan isim soylu kelimeler, isim soylu kelimeler şu ek fiillere ihtiyaç duyarlar. Dır, dir, dur, dür. Mış, miş, muş, müş. Dı, di, du, dü. El emsile bi fiilin levahik dır, dir, dur, dür. Elleti leti el meşhura fi cümletil ismiye. İsim cümlesinde en çok kullanılan ek fiil olan dır, dir, dur, dür ile örnek cümleler. Hayamine sen şu Ali öğretmendir. Ali öğretmendir. Ali muallimun. Tayyibe doktordur. Tayibatun, tabibetun. Osman kuafördür. Osman hallagun. Osman nedir? Kuafördür. Berberdir. Arkadaşlar Türkçe'de dır, dur, dur, dur bu ek fiilleri her zaman kullanmayız. Kullanmasak da anlamını anlarız. Filuga Türkiye'ye la nüstehtim الملحقات الفيل الملحقات دور دير دور دور اكثر الاستعمال لا نستخدم لاننا نعرف يوجد فيها دور دير لان الجمله يكون كاملا بال 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 المساعده في المساعده ولكن في الاذهان لا نحتاج اليها بكثره الاستعمال الامثله بفيل اللواحق مش 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 هذه اللواحق تضاف في اخر الخبر عندما تسمعوا الخبر من اخذ اخر ولم تشاهدوه بنفسك. مشمش مشمش ek fiili ile örnek cümleler. Bu ekler kendimizin görmediğimiz, duymadığımız ama duyduğumuz, görmediğimiz ama duyduğumuz bir hükmü bildirmek için yükleme eklenirler. Bu ekler yükleme eklenirler. Hayemin ensene şuk. Sami'tu kana Ali mualliman. Ali'nin Ali öğretmenmiş. علي اورتمان مش اللواحق مش مش هنا باللغه التركيه الزمن الماضي الا شهودي ولكن نحن نسمع عن الاخرين ولهذا كتبت سمعت كان علي معلما يعني هنا ممكن كان علي معلما علي اورتمان دي ولكن عندما قلت سمعت معناها يقال هذا الشخص ان علي معلم في الماضي معناها كذلك يعني انا لم اعرف هل هو معلم في الماضي ام لا لانني لم اشوف تمام سميوت كانت طيبه طبيبه طبيبين دكتور اولدونو يدوم نفس الترجمه ولكن معناها طيبه دكتور مش دكتور مش عثمان كُوَافِرُ مش سميوت كان عثمان خلاق كان عثمان خلاق عثمان كُوَافِرُ مش نفس الترجمه سميوت كان عثمان خلاق عثمان بربر اولدونو ضيدم دويدوم دو ولكن عندما نحن نريد ان تخبر ان اخبر بهذه الكلام عن الاخرين نستخدم مش, مش 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 يوجد في هنا في جملة الفيلية إن شاء الله سنتعلم بها في الزمن الماضي ألا شهود الأمثلة بفيول اللواحق دو دي دو دو. تضاف هذه اللواحق إلى الخبر عندما تخطر الحدث أو تشاهده

علي معلما في الماضي انا شفته انا عرفته يعني هو معلم وانا عرفته طيبه دكتور دو. كانت طيبه طبيبه طيبه دكتور دو عثمان كانت عثمان حلاق كان عثمان عفوا كان عثمان حلاق هنا الخطا كان عثمان كوافر هيا بنا سنشوف الجمله الاسميه التي توجد فيها دور دير دور دور اللواهق المشهورة الفيل اللواهق المشهورة ولكن في بقية الدرس لا نستخدم إن شاء الله دور دير دور دور ولكن بكيفية التركيب الجملة في اللغة التركية جملة الاسمية في اللغة التركية إن شاء الله سنشوف بمستندا على الضمير عندما يوجد المشكلة أو شيء آخر سأخبركم إن شاء الله هاي أركض تركيا اسم جملة سنين.

هيا من سنشوف بن لو كنت رجلا نستخدم كذلك لو كنت من النساء نستخدم الجمله كذلك لا يوجد الفرق ولكن في اللغه العربيه انا معلم ان كان لي من الرجل انا معلم ان كان يعني ان كنت من النساء اقول كذلك انا معلمه ولكن في اللغه التركيه بن ارثمنم Arapçada biliyorsunuz teknis ve tezkir, müzekerlik ve mühendislik vardır. Onun için e, zamirde, mütekellim zamirinde erillik ve dişillik olmamasına rağmen haberde mutlaka erillik ve dişillik ve adet belirtilir arkadaşlar. Ene muallimun, ben bir erkek öğretmenim. Ene muallimetün ben bir bayan öğretmenim demektir. Ente muallimun, sen erkek bir öğretmensin. Enti muallimetün sen bayan bir öğretmensin. Sen öğretmensin. أنا أشرت الضمير من الأخطر كما تشوف، وأشرت الخبر باللون الأسود. أنت معلم، أنت معلمة. هي وشمدي يعني للغائب المفرد لغائبة المفردة. هو معلم او bir öğretmen هي معلمة او أورتما... بيان او bayan öğretmen. Olumlu isim cümlesinin arkadaşlar ikinci kısmına yani çoğul kısmına geldik. Estegayin el Arab fil lugat Türkiye el müsenne yuteber mislel cemi'a. Yani fil lugat Türkiye yüced el müfret vel cemi'a. La yüced el müsenne. Değerli arkadaşlar Türkçe'de biliyorsunuz ikil sıvası, ikil çekimi fiillerde yoktur. Türkçe'de tekil ve çoğul vardır. Ama Arapça'da ayrıca biliyorsunuz eril ve dişilik yani müzekerlik ve mühendislik olduğu gibi ne var arkadaşlar? Arapçada fikirler içinde de ayrıca kelimeler, kelime kalıpları var biliyorsunuz. Peki birlikte çoğullar için bakalım arkadaşlar. Nahnu muallimun. Biz erkek öğretmenleriz. Nahnu muallimatun. Biz bayan öğretmenleriz. Biz öğretmeniz. Nahnu muallimun. Biz öğretmeniz. Nahnu muallimatun. Biz öğretmeniz. Entum muallimun. Siz öğretmensiniz ama bir farkı arkadaşlar. Ne demek o? Entüm burada entüm olunca siz erkekler demek. ne? muallimatun siz bayan öğretmenlersiniz. Hüm muallimun onlar öğretmenler hünne muallimatun onlar bu bayanlar öğretmenler dedik değerli arkadaşlar. Buraya kadar olumlu cümleydi. İlahüne el cümletin müsbete lakin nel an inşallah senedrus el cümletel مثبتة يعني السؤال بجملة المثبتة أولملو اسم جملة إلى سر هل arkadaşlar سورو هل هنا الأدوات الاستفهام في اللغة في اللغة العربية بمقابل مو مي مو بموافقة الصوتية يعني موافقا بآخر كلمة بآخر بآخر آخر في الصوتية في آخر الكلمة موافقا بأحرف الصوتية في آخر الكلمة كلمة نصنع ذكي حرف حرفة ويكون هل أنا معلم بن أورتمن ميم هل أنا معلمة بن بيان أورتمان ميم كما كنتم تشوف هنا الضمير مثل كذلك الأخمر والأدوات الاستفهام مثل كذلك الأزرق هل أنت معلم سن أورتمان ميسين هل أنت معلمة سن رتمان ميسين El cümle للمذكر والثاني للمانس birinci cümle erkekler için ikinci cümle dişiler için kullanılan cümle türüdür arkadaşlar. Hel huwa muallimun o öğretmen mi? Hel hiya muallimatun o öğretmen mi? Huwa muallimun للمذكر yani eril için, Hiye <laughs> muallimatun dişil için değerli arkadaşlar. Olumlu isim cümlesinden olumlu soru yapma. Şimdi geldik isim cümlesinden olumlu sorunun çoğullarına arkadaşlar. El an ne'ti? لل... السؤال بجملة الاسمية المثبتة للجميع هل نحن معلمون بيز أورتمان ميز هل نحن معلمون بيز أورتمان ميز هل نحن معلمات بيز أورتمان ميز بايا نرجع هل أنتم معلمون سيز أورتمان مِيْز؟ هل أنتن معلمات سيز بيان أورتمان مِيْز؟ سيز أورتمان مِيْز؟ ولكن للونس bayanlar için kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Hel hum muallimun onlar öğretmen mi? Hel hunne muallimatun o bayanlar <laughs> öğretmen mi? Ve an nati ila cümle ismiye menfiye. Olumsuz isim cümlesine geldik arkadaşlar. Olumsuz isim cümlesine. Ana les tu Ben öğretmen değilim. Ana لست معلمة بان بيان رتمان ديل انا لونت الضمير بالوان احمر باللون الاحمر ولونت ليس باللون الاخضر في اللغه التركيه معناها ديل ولونت الضمير المتصلة في اخر الكلمه اخر الفيل تو وكما تشوفون ديلم الضمير المتكلم للمفرد لمفرد المتكلم انا Muallimatun, lest muallimatun, la yüceda el fark lir rical ve nisa kema kultu min gabi. Yani fil luga Türkiye, la yüced tazkir ve te'nis. Türkçe'de erillik ve dişillik yoktur arkadaşlar. Ente leste mualliman, sen öğretmen, değil, sen, enti leste muallimatan, sen öğretmen, değilsin, enti, mu sen, öğretmen değilsin. Bayan için. sen öğretmen, değilsin. Hüve leyse mualliman, o öğretmen, değil, Hiye leyset muallimeten o bayan öğretmen değil. Öğretmen değil. Şimdi çoğuluna geldik arkadaşlar. N'ati? lil cemi'a. Kısmı lil cemi'a. Cümle el ismi yel menfiye. Lil Nahnu lesne muallimine. Biz bayan, affen, biz öğretmen değiliz. Erkekler için. Biz erkek öğretmenler değiliz. Nahnu lesne muallimatin. Biz bayan öğretmen ler bayan öğretmenler değiliz. Bayan öğretmen değiliz. Bir lügat Türkiye, la tücemme el fiil indema tekunu el fail mecmuan. Türkçe'de özne çoğul olduğu zaman yüklem çoğul olmak zorunda değildir arkadaşlar her zaman. Entüm lestüm muallimine. Entüm lestüm muallimine. Siz erkek öğretmenler değilsiniz. Entünne lestünne muallimatin. Siz bayan öğretmenler değilsiniz. هم ليسوا معلمين، هم بركيك أو رتمان ديلر. هن لسن معلمات أو بيان نار أو رتمان ديلر. أونلاين أو ديلر مشترك بين المذكر والمؤنس. الآن نأتي السؤال المنفية بجملة الإسمية. السؤال بجملة الإسمية المنفية. السؤال المنفية بجملتي الإسمية قول اسم جملة سئلة صور ما قالتك هل أنا لست معلماً؟ أنا أعرف وأنا حتى أشوف في اللغة العربية لا يوجد الاستخدام كذلك يعني في اللغة العربية تستخدم هنا كذلك ألست معلماً؟ ألست معلمة؟ ولكن عندما أنا كتبت كذلك ألست معلماً أو ألست معلمة؟ هذه الجملة تكون جملة فرية ولكن نحن نحتاج الجملة الإسمية اذا هل انا في في حياتي العاميه لا يوجد في استقامها كذلك استقام هذه الجمله كذلك ولكن نفس الترجمه باللغه التركيه اريد كيفيتها وبعده ان شاء الله الطلاب الاتراك يعرف اصلها الست معلما كويس في الاستقام في استقام اليوميه الست معلما او الست معلمه في كل الاستفهام بجمله الاسميه المنفيه ديار هل انا لست معلما kullanım zor olduğu için yoktur Arapça'da bunun yerine arkadaşlar burada istifam hemzesiyle e les muallimen, e les muallimen yani şu kısmın başına istifam hemzesi ekleyip e les şeklinde söylemek daha meşhurdur, daha çok bilinenidir. Ama biz isim cümlesini anlattığımız için ve isim cümlesinin ögelerini Türkçedeki şekliyle Arapça'da görmek istediğimiz için ya da tam Arapçasıyla Türkçesini görmek istediğimiz için bu şekilde yaptık. Fakat siz... Günlük kullanımınızda elestü muallimen dediğiniz zaman aynı manayı ifade etmiş olursunuz. Fakat bu bir cümle ismiye değil, aslında fiil cümlesi olmuş olur değerli arkadaşlar. Çünkü fiille başlamış olur. Arapça'da isimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir, fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Dolayısıyla leyse bir fiil olduğu için leyse ile başlayan cümleler fiil cümlesidir, isim cümlesi değildir. Hel ene lestü muallimen, ben öğretmen değil miyim? Hel ene lestü muallimeten, ben öğretmen değil miyim? Hel ente leste muallimen? Sen öğretmen değil misin? Hel enti leste muallimeten? Sen öğretmen değil misin? Türk arkadaşlar dikkat edin zamire. Hel ente dediğimde leste dedim. Çünkü erkek için kullanıyorum. Enti dediğimde lesti dedim. Dikkat zamirlere değerli arkadaşlar. Sonra da muallimeteni getirdim. dişi için cümle kurduğumda. Evet. Hel huve leyse muallimen? O öğretmen değil mi? Hel hiye, مؤلمة هل هو ليست مؤلمة أو بيان أورتمن ديل مي شكل ده سؤال مزو شمدي شو نجا ديل السؤال بجملة الإسمية المنفية ل... للجميع للجماعة. أولم اسم جملة سيلة سؤال سؤال ما. هيا منا سنشوف. كما قلت من قسم الأول الجملة الإسمية المنفية السؤال بجملة الإسمية المنفية Buna كذلك لا يوجد الاستقراء استقامة هذه fil في الحياه كاملا ولكن بمقامها تستخدم الستنا الستم اليسوا şeklinde Yani mesela كذلك Yani arkadaşlar az önce de söylediğim gibi bu kısımda da yine Hel, nahnu şeklindeki bir kullanım çok meşhur değildir bunun yerine elesne şeklinde sormak daha doğrudur ama bu isim cümlesi olduğu için bizim konumuz isim cümlesi olduğu için bu şekilde yazdık Hel, nahnu lesne muallimin biz öğretmen değil miyiz Hel, nahnu Lesne muallimatin. Biz öğretmen değil miyiz? Hel entüm tüm muallimin. Siz öğretmen değil misiniz? Hel entünne lestünne muallimatin. Siz öğretmen değil misiniz? Hel hüm muallimin. Onlar öğretmen değil mi? Erkekler için. Hel hünne lesne muallimatin. O bayanlar öğretmen değil mi? Onlar öğretmen değiller mi? Ev değil mi? Tamam. انتهت الدرس في جملة الإسمية ولكن أنا أريد منكم ثلاثة قسمين هنا الأول يوجد جملة الإسمية باللغة التركية ونريد منكم الرقم الأول يعني واحد كنتم تكتب في تعليقات الفيديو الجملة الأول كده وكده باللغة العربية والقسم الثاني أنا كتبت باللغة العربية يعني الجملة الإسمية باللغة العربية مع السؤال يمكنكم أن تسأل هنا باللغة اللغة التركية مع رقم اثنين. سن اقل لمسن كتبت هنا الجمله الاسميه باللغه التركيه يجب عليكم ان تكتب الى التعليقات الى التعليقات برقم الثالث معناها باللغه العربيه. تشرفت بمعرفتكم ومجهزكم الى قناتي يوتيوب تليجرام وجروبات واتساب. معكم اخوكم عبد الله من مدينه انطاليا، انا تشرفت بكم جدا. ان شاء الله كنتم ستتحدثون اللغه التركيه متقنا. إن كنتم تحبون فيديوهاتي وقناتي يمكنكم أن تتابعوا قناتي ويمكنكم آه أن تكتب التعليقات على تحت الذي يوجد في فيديوهاتي الخطأ أو شيء آخر أو شكر أو شيء آخر كما تشاء مع السلامة في أمان الله في أفس الله